دخلت مرحلة الشيخوخة وفقدان الحريات وانعدام الديمقراطية وتفشي السياسات الطائفية البغيضة. لقد استبعدت من البداية خيار استخدام القوة لعدم إيماني بهذا الخيار الذي لا شك في أنه سيعيد العراق إلى عهود الدكتاتورية والقمع والاستبداد، إلا في مواجهة الإرهاب والإرهابيين والمتجاوزين على إرادة الشعب ودمه ومصالحه، كما أن هذا سيعرض الشعب العراقي المدخن بالجراح إلى مزيد من الأزمات والآلام والمتاعب، وأقصد بذلك استخدام القوة في إدارة العملية السياسية. ولن أسمح باستخدام القوة في معالجة الأزمات، وأدعو السياسيين وأبناء الشعب إلى التزام الآليات الدستورية والقانونية في التعبير عن آرائهم ومعالجة الأزمات الطارئة. وأمام هجمة ظالمة تعرضت لها شخصيا، التزمت الآليات القانونية في معركة الدفاع عن الدستور حتى اتهمت بالتشبث بالسلطة، مع أنه كان دفاعا عن الوطن وحرمة الدستور والاستحقاقات الانتخابية والدفاع عن الحق. والدفاع عن الحق لا يعني بأي حال من الأحوال تمسكا بالسلطة، ولم ألجأ إلى المحكمة الاتحادية إلا للمحكمة الاتحادية وتعهدت بقبول قرارها. واليوم أقول للشعب العراقي الكريم، لو سالمن ما سلم العراق وشعبه، ولن أكون سببا في سفك قطرة دم واحدة وإن كان فيها جور علي، كما قالها خالدة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين إن لم يكن فيها جور إلا علي. وأقول لكم أيها الشعب الكريم، لا أريد أي منصب، وإن منصبي ثقتكم بي، وهو منصب لا أرقى ولا أشرف منه. وأعلن أمامكم اليوم، ولتسهيل سير العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، سحب ترشيحي لصالح الأخ الدكتور حيدر العبادي، وكل ما يترتب على ذلك حفاظا على المصالح العليا للبلاد. وسأبقى جنديا مقاتلا مدافعا عن العراق وشعبه وسندا له، إنه ينهض بأعباء المسؤولية والأمانة بكل وطنية وشرف وحزم وشجاعة في إحقاق الحق ودحر الباطل والدفاع عن المظلومين والوقوف بوجه الإرهاب والطائفية وتقسيم العراق والحفاظ على وحدته واستقلاله وسيادته. تحية إكبار وإجلال لجهود أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتطوعين والعشائر لما بذلوه من جهد استثنائي، وأوصيهم بالثبات وإدامة زخم المواجهة وعدم التفريط بالواجب والابتعاد عن الخلافات السياسية حفاظا على قواتنا المسلحة، وأن يكون همهم الأول والأخير مواجهة الإرهاب وحفظ سيادة الوطن واستقلاله واستقراره. التحية والإجلال لشهداء العراق الذين وقفوا بوجه النظام الدكتاتوري وواجهوا الإرهاب، ولكل أبناء العراق الغيارة ولقواتنا المسلحة البطلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.